زي ماتش مثلا موريتانيا بالنسبه لتونس، زي ماتش اللي خسرت 5-6 وكام ده. أيوة. كانت الماتشات سهله من البدايه يعني. ما تقدرش تقول ان انت فدي الفترات اللي انت لعبت فيها كويس بشكل مين يعني. مين مفاتيح لعبه في تونس من وجهه نظرك؟ انا هقول لك التشكيل بتاعهم واقول لك بقى. اتفضل. اول واحد فيهم البكرايت محمد رجب، ده ممتاز، ده اللي هيلعب عليه، ده ممتاز، قوي جدا، رفعت قوي وفتوح، قوي سريع، بيعرف يلعب على الجون، جايب لهم جون في ماتش زامبيا اللي هو بتاع التصفيات، بيعمل كرات عرضيه كويس وعنده مجهود عالي. واعتقد يعني رغم ان في وجدي كشري ده بس مش معاهم طبعا محترف، هو كان بيلعب اساسي بس ده ممكن بعد كده يحفظ يعني المكان ده. محمد رجب لعيب كويس، يسجله باسمه. في محمد بن حميده الباك شمال لعيب كويس، طبعا هو اللي بادئ البطوله. علي معلول كان مصاب ولسه راجع، الله اعلم، غالبا نتمنى انه ما يشاركش غالبا بكره. لا غالبا بن حميده اللي هيلعب، هيلعب بكره. وبيلعب بن عافيه مروان عافيه وياسين مرياح، الاثنين قلبي الدفاع مساكين. بس انا بقول لك ممكن يلعب بثلاثه، بثلاثه بكره ممكن يلعب معاهم منتصر. ايوه يبقوا ثلاثه ايه اللي يخدمنا اكتر؟ ما هي بقى بص، انا تملي بقول مش الطريقه اللي بتفرق، التنفيذ الطريقه اثناء المباراه هو اللي وتوفيق اللاعبين. فممكن دي تديهم صلابه في الدفاع، وممكن يعني تديهم الاطراف تبقى متحرره اكتر. فانا ما اقدرش اقول لك، بس هو ما لعبش في البطوله دي كده، بس هو لعب في زامبيا كده واحيانا بيلعب كده، بس دول اللي بيلعبوا على طول. بيلعب في النص حاجه من اتنين يعني، ابتدى بفرجاني ومحمد علي بن رمضان. ايوه. ولكن الاثنين ما عندهمش قدرات دفاعيه عاليه في نص الملعب، يعني مفيش حد فيهم بيلعب سته واضح. ايوه انا احب انا نقاط الضعف دي، كلمني في نقاط الضعف. فعشان كده بعد كده رجع لاعب غيلان الشعلاني في نص الملعب. كان معانا كابتن خالد بدره في بدايه الحلقه، وكان بيتكلم على اساسي وانه مستواه نزل بشكل كبير جدا، ومردوده مع المنتخب التونسي مش زي في الفتره اللي كان بيلعب فيها في الدوري المصري مع الزمالك. هو كمان فرجاني ما بتقدرش تقول انه سته، لانه ما عندوش سته دي السته اللي هي عايز مهارات دفاعيه او قدرات دفاعيه. احنا بقينا نقول ارقام اجنبيه فالناس فاهمه. لا، سته اللي هو الوسط المدافع اللي بيلعب قدام المدافعين بلوكر ويقطع وبيعرف يسلم ويمرر ماشي. لكن ما بيتقدمش كتير لقدام. ايوه، وظيفته الدفاعيه اكبر منها من فهو لما بيلعب دي أكبر من عنده مشاكل في الناحيه دي. فبيلعبوا غلال الشعلاني شويه جنبه دلوقتي، جنبه ممكن جدا يقعدوا يلعب محمد علي بن رمضان وغلال الشعلاني ممكن. انا بقول ممكن مش اكيد. وبيلعب باربعه قدام. أيوة. اللي هو السليتي ناحيه اليمين متحرك وجامد وكده، وحنا بعل ساعات بيلعبوا شمال. أيوة. حنا بعل المجبري ساعات بيلعبوا تحت راس الحرب، وساعات بيلعبوا ناحيه الجناح. ومساكني والجزيري. أيوة. واحيانا مسكني ما ابتداش في اول ماتش ونزل احتياطي. ممكن جدا مسكني تلاقيه قاعد، ولو لعب بثلاثه ممكن تلاقيه بس ملاعب انس السليتي وحنا بعل قدامهم الجزيري، ويلعب بثلاثه ورا او يلعب بثلاثه في النص. لان محمد علي بن رمضان من اهم اللعيبه اللي عندهم. ورجع بعد الطرد. لو بتوجه رساله للجهاز الفني لمنتخب مصر قبل مباراه تونس تقول له يا كابتن اسامه؟ اقول له بالتوفيق ان شاء الله، انتوا عاملين جهد كويس وان شاء الله توصلوا للنهائي. ايه اللي تطلبه منهم في مباراه تونس؟ ما يبقاش في عصبيه، ودي من احلى الحاجات على فكره اللي انا شايفها في البطوله، سواء بين الجماهير في المدرجات، سواء بين اللعيبه في الملعب، في كل الماتشات الناس محترمه بعض، فما يبقوش عصبيين اللعيبه، يأدوا اللي عليهم لان النتيجه في النهايه بتاعت ربنا. ثانيا انه المباراه ممكن تستمر ال 120 دقيقه تاني يعني. أيوة. فلازم يبقى في التغييرات، هيبقى ليها ثمن التغييرات اثناء الماتش، هيبقى ليها ثمن لان اللعيبه باذله جهد كبير جدا، وممكن لو لعيبه لعبت من اللي هي عندها اجهاد كبير لا قدر الله يتعب او بدري او يحصل له اصابه يعني. توقعاتك لطرفي النهائي؟ بص، مصر وتونس 50-50 يعني، مش عارف مين يعني. الاثنين الكفه قريبه، فهي متوقفه على التشكيل، اداره المباراه، والتوفيق. طبعًا. لان التوفيق عنصر مهم جدا طبعًا. في دول انا مش قادر. الجزائر وقطر انا بقول النسبه الارجح للجزائر، رغم ان قطر عامله ماتشات حلوه قوية. والبطوله عندها وعندها لعيبه